تذكر من هذا؟ يلا في الدقيقة العاشرة مقدمة حلوة. أتذكر مرة سوينا دوري بين الحارات، كذا نسقنا دوري ما بين الحارات في أرضية عندنا موجودة ما حد ساكننا، وهي في الأصل أرضية زراعية. قلنا لا، لازم نكون بروفيشنال احترافيين ونروح نستأذن من صاحب الأرض. وقلنا له يا الحبيب نريد ناخذ من عندك الأرض ونريد نسوي فيها دوري. يقول تفضلوا. أكيد بدأ الدوري وبدأ الحماس وشعلنت الأمور وبدينا مباراة مباراتين. جاك صاحب الأرض قال لك لو سمحتوا أريد أسقي الأرض عشان تعرفوا أرض زراعية وما تموت. قلنا له إن شاء الله ولا يهمك تفضل. بدأ الدوري مرة ثانية وشعلل ورجعنا ويجينا صاحب الأرض وقلنا لو سمحتوا لو سمحتوا جاء موسم الذرة أريد أزرعها، وبعد موسم الذرة إن شاء الله تعالوا كملوا دوريكم. قال إن شاء الله ولا يهمك. نرجع مرة ثانية لا ونشوف الحبيب قلبنا كلها المزرعة، ولا مزرعة استويت، مزرعة هوش ومواشي من كل صوب، لا وتشوف في العرض مربوطة ربطة قط. وضاع الدوري وضاعت الأحلام وضاع الحماس كله. دوري عمان تل ما اريد نقول انه هو نفس الشيء، ما هو عندهم ما هي ارض زراعيه ولا انه ماسكنها صاحب واحد ومكيف الامور على كيفه، لا الامور كلها طيبه. لكن كل هذه التوقفات على ويش؟ دورينا الصراحه غير. يوم تجي تشوف الدوريات الثانيه ما يعني ما اظن نوصل لمرحله انه دورينا توقفاته اكبر من فتره اللعب. تأخر تأخر تأخر، جاء رمضان عاد بيقحم علينا رمضان والدوري ما مخلص. الظاهر جماعة ناويين إني يخلوه مع كأس العالم، لكن حرام عليكم تخلوه مع كأس العالم، بتسحبوا مشاهدات كأس العالم والناس تقول استكبرت حال الدوري. حرام عليكم، خففوا على كأس العالم شوية. تو نحن جالسين نتبقبق وننتقد ونقول عن الدوري وراح ينحش فيه رايح جاي رايح جاي، ليش ما نجيب الناس المسؤولة اللي فوق ونجلس معانا في التاكسي ونفرفر فيها ونسألها ونسأل عن أسباب التوقف ونسأل عن أمور كثيرة اللي مخلية أن الدوري شوية ما ضابط أموره. إيش رأيكم؟ الروح يلا. وهذا الضيف وتو بيركب معانا. السلام عليكم. وسهلا. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الصحة؟ شيخ من الأخبار؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. حياك الله. هيس بس أشيك حاجة أنا. شيخ من الأخبار؟ الحمد لله طبعا. مرتاح؟ الحمد لله. الله يسلمك كيف أموركم؟ شيخ شبيب الحوسني رئيس رابطة المحترفين العمانية. صح كذا اسمها؟ رئيس هي المدير التنفيذي. المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين العماني. رابطة الدوري المحترفين. ليش يسميه حبيبي يسموه رئيس؟ أقوى كثير يطلقوا هذا بس ما فيها رئيس حاليا. احنا بنفرفر شوية بالتاكسي والأمور طيبة عاد. وانت شيخ مرة أمورك طيبة مع أنا حسن. طبعا طبعا ألتزم بالقوانين هنا ولا بس يعني في السيارة كل دائما. مكان أأكد له في كل مكان بعد وضعتني على الشرطة ولا لا 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 بس يعني أنا نسأل عشان شوية كذا بس نظامي أمورك طيبة في أمور المرور لا بعد الحدود كلم تلفون في السيارة بعض الأحيان صراحة أي صراحة من البداية إشاعات تطلع لأنك شيخ عن إيش يعني إيش هي الإشاعات إشاعة الإقالة
الاتحاد تم اقالتك و... وانا يعني حتى مسوي كنت مقابله وفي اطار الحديث يعني تكلموا عن الشيخ، تكلموا عن انه تم اقالته خلاص. قلت لهم يا جماعه الخير ما تمت اقالته، وقالوا لا هذه شوف هي اشاعه اشاعه. انا نفيتها من البدايه، ما في شيء اسمه اقاله في الموضوع بتاتا. هي تغيير في الهيكل التنظيمي في الاتحاد وتغيير في المناصب. طبعا نكون واضح يعني كيف تغيير في المراكز؟ يعني تغيير في المراكز يفاد وجوه جديدة في 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 بعض الدوائر، وفي وجوه لها يعني اسمها السابق في منتخباتنا الوطنية، مثل ما شفت الأخ جمعة بداية المنتخبات، الأخ هشام معروف طبعا. بكل أمانة أنا أقول لك هذا كان طلب مني أنا لرئيس مجلس الإدارة، لأنه شفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني الشيخ سالم الوهيبي. وكل ما أنا كنت صريح معه، شبيب يعني قدم 6 سنوات في رابطة دول المحترفين، ما أعتقد أني بجيب شيء جديد خلال الفترة القادمة. ممكن تقول صار تشبع من الموضوع، نفس السيناريو كل موسم، دوري وكاس وإجهاد. كل صراحة أقول لك إجهاد شوي، الواحد ممكن يأخذ له ممكن نقول استراحة محارب بفترة بسيطة جدا، ممكن الواحد يرجع من نفس المكان السابق. لكن الأخوة جزاهم الله الخير بعد ما جلسنا مع بعض، ممكن نقول الأمور طيبة معهم. الأمور طيبة؟ الأمور طيبة. حد مترصد لك شيخ؟ لا أبدا. يعني احد ما يعني انا اكلمك عن انا انا اكلمك عن سويت مقابله مع لعيبه. نعم. من انديه مختلفه. نعم. انديه مختلفه والخبر وكانهم يعرفوه باثنينهم. نعم. يعني وكانه هذا الشيء منتشر ما بين الانديه انه الشيخ شبيب الحوسني تمت اقالته. ما صحيح بس. نعم. يعني كذا اشاعه مثل هذا القوه اكيد في مترصد او في شخص والله شوف ضد الشيء. خلينا نكون صريحين، يعني طبيعي في كل بيئه وفي كل مجتمع في 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 ناس تترصد للاخطاء، في ناس تشكر، في ناس تشكر لي يعني لابداعات اشخاص. وانا ما اتكلم عن نفسي، لانه بكل امانه اذا بتكلم عن نفسي بكون كاذب. انا عندي فريق عمل بكل امانه، يعني لو جلست اتكلم عنه يحتاج لي فتره طويله من الزمن اني اوفيهم حقهم. كل ما يعني فريق عمل يمكن عدد بسيط جدا في الرابطة، الناس كلها تفتكر أن الرابطة فيها قرابة 50 موظف أو 40 موظف. إحنا كلنا عددنا كلنا كامل مع خبير المسابقات 6 أشخاص فقط. عندي 8 مسابقات سنويا، نتابع تسجيلات 3700 تقريبا أو 3400 آسف و70 لاعب بالتحديد سنويا في كل المراحل. لأن أنا احنا ندير كاس مولانا حضرة صاحب الجلالة، دوري عمان تل طبعا، كاس مازدا اللي استحدثت كانت سابقا كاس الاتحاد بحكم انه مازدا هي شريك رسمي، دوري الدرجة الاولى، دوري الدرجة الثانية، دوري المراحل السنية، ومنها يعني دوري تحت 21 سنة 18 سنة و15 سنة. عدد جدا كبير بالنسبة لنا على العدد الموجود من الموظفين، كبير جدا ومجهد. يصير تقصير في نعم يصير تقصير. وانت دائما يعني انا ما اريد اقول ان هناك اعلاميين اعداء للشيخ. نعم. شبيب او اعداء لي 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 او مترصدين بقوه. نعم. للرابطه اكيد موجودين. انا 6 سنوات في اتحاد القدم، اتكلم اتحاد القدم، بكل امانه ما حصلت حد مترصد لي ولا عندي اي اعلامي، وما خوفا اقول لك اياها، ما خوفا انه يترصدوا لي ولا شيء. علاقتي طيبه معهم جزاهم الله الخير،
وكانوا خير سند لي خلال ست سنوات الماضية بكل أمانة أقولها، مش مجاملة ولا أي شيء، لا والله كانوا خير سند لي. جميل أمانة. جميل. هذا دبلوماسي بداية الحلقة. لا 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 لا, لا دبلوماسي بداية الحلقة. أكون صريح معك، لما يوجد الخطأ أنا أعطيك مثال. خلنا نتكلم عن برنامج الدكة. سامي برنامج الدكة مثلا من أميز البرامج طبعا تلفزيونيا ومتابع مني أنا شخصيا ومن الأخوة عندي في الرابطة. ناس كثير كانوا يطلبوا مني أني أتداخل لأنه في أخطاء عندهم، الكلام اللي بعض الأحيان يصير فيه خطأ أو لغط، وأنا أقول لهم بالعكس، هذا البرنامج كان يوعينا لبعض الأخطاء اللي إحنا نمر عليها في الأسبوع اللي تقام فيه المباريات نتلافاها الأسبوع اللي بعده، وكنا نتداخل معهم في كثير من الأشياء. أكون صريح معك، كنتوا شفافين مع الإعلام؟ إيه نعم، أنا بالنسبة لي في الرابطة نعم شفاف. يعني أنت تحرص أن الرابطة وكل من يشتغل في الرابطة أنك تكون شفاف مع الوسائل الإعلامية. ليش أخبي؟ وين بخبي هذا الشيء؟ خلينا نقول الشيخ شبيب عنده مثلاً سخط ضد الاتحاد أو شيء كذا، هل بيروح يصرح إذا تم تخالته من قبل الاتحاد؟ أمانة المهنية ما تسمح لي بهذا الشيء. ما هو شفافية، الجمهور من حقه يعرف. من حقه يعرف، بس إني أنزل بسخط ليش يا أخي؟ ما هذا قرار سخط. أنت تقول أكون صريح معك، هل الكرسي هذا متروك لي أو مسجل باسمي؟ لا بس خلنا نكون صريحين، قلت لا انا ما قلت لك اسباب. لا انت ما لو قلت. فرضنا يعني لو فرضنا انك قلت انا بتتحدث عن الاسباب اللي... لا عن اسباب اقالتي طبعا. ايوه اذا سألت في الاعلام ليش ما اطرحها اذا انا مقتنع فيها من الاتحاد؟ ممكن اتفق معك، نحن نتكلم عن كل المناصب القويه من انا اتكلم حتى عن المنصب اللي انا فيه، لو الاتحاد الحين قالني بطلع للصحافه والاعلام لانه طبيعي بيسالوني. ولو كنت ضد الاتحاد؟ ولو كنت ضد الاتحاد بطلع بتكلم بقول الاسباب اللي قاله كذا كذا بكل قناعه. هل انت راضي قبل ما نذكر المشاكل عن سير شغل الرابطه هذا الموسم بالخصوص الموسم مقارنه بالمواسم الماضيه؟ لا مع تغير الاداره كل ما لا. الاسباب خلنا اكون صريح معك، فتح المجال هذا الموسم خاصه للنقاش الكثير، ويحق لها الأندية أنها تدخل في نقاشات مع الاتحاد في موضوع المسابقة نفسها. بس النقاشات طالت في هذا الموضوع، لما أنت تعمل روزنامة موسم وتعيد خلنا نقول صياغتها أكثر من 16 مرة للدور الأول، أعتقد أنها هذه هذا وحده عمل يعني مجهد لنا بصراحة. أثر عليكم التغيير والتحديث اللي جالس يصير من الإدارة الاتحاد الجديدة ويعملوا كذا، تعملوا سينكينج يعني جالسين تشتغلوا أنتوا على شيء تكملوا السنوات الماضية؟ الرابطة ما وصلها أي شيء من تغيير حتى الآن، بعد الحين صار التغيير فقط. هذا أثر؟ لا لا ما بعد ما أثر، لأنه ما صار أي تغيير في الرابطة من بداية المجلس الجديد، مجلس الإدارة الجديد بكل أمانة ما صار أي تغيير في الرابطة. أنا أتكلم تعرف ما من توجهاتهم يعني هذه المسابقة، أنتم متشرفين على المسابقات الأهم بالضبط، لكن مثل ما قلت ما في توجه لتطوير لما أنت تطلبني الرابطة. أنت رئيس الاتحاد وتطلبني كرئيس نادي، أنا أجي تعال ناقشني في موضوع روزنامة الموسم مثلا، طبيعي أنا بكل بساطة وبكل هدوء راح أناقشك عن النادي اللي أنا أترأسه، ما بيهمني الأندية الثانية. خلنا نكون صريحين، لو كان الجلسات اللي نناقش فيها موضوع الروزنامة فيها أخذ وعطاء من ناحية فنية من ناحية إدارية تعديل كذا ممكن نطلع بشيء، وهي مش أول مرة تحصل، ترى حصلت كثير، لكن كنا نطلع برؤى متفقة. هذا الموسم ما كان فيه اتفاق، أكون صريح معك ما كان فيه اتفاق. طبعا مشاركة المنتخب هذا خط أحمر، خلنا نكون صريحين. المنتخب الأول بطبيعة الحال منتخبنا متى عرفنا أنه بيشارك في كأس الخليج؟ تأخر جدا صح. فربكت لنا روزنامة، طبعا الناس بتقول كيف ربكت روزنامة أنتم ما عندكم بلان؟ كان عندنا بلان بي، بس ما كان بعدد الأيام المطلوب المنتخب. تقصير من من؟ تقصير من الاتحاد ولا منكم؟ لا والله التقصير من لجنة، بنقول لجنة المنظمة لكأس الخليج هي اللي أخرت الموضوع كثير. ممكن سببت لنا ربكة، أكون صريح معك.
شيخ يعني اللي صاير في الدوري هذا الموسم بصراحة محير. اوكي. التوقفات اللي صارت. نعم. يعني انتوا لازم تشرحوا لنا اياها، يعني انا اسال لعيبة، اسال لعيبة تضرروا على المستوى. نعم. وهذا اللغز اذا نعمل له في المقابل. نعم. تنظيميا الدوري كان في الموسم الماضي نوعا ما افضل. أو الإدارة الإدارات الماضية وأنت شاهدت هالشيء. وأنا أؤكد على كلامك. تنظيمياً أفضل. نعم. المخرجات على مستوى المنتخب أضعف. هذا الموسم لما تخربطت الأمور فزنا بكأس الخليج. ما راكبة عندك. ما راكبة ولا الجمهور راكبة أصلاً، وهذا أصلاً تسبب إن الجمهور ما يتوقع إنه المنتخب ممكن إنه يسوي شيء أصلاً في كأس الخليج، فاجأونا كلنا. شوف. فأنتوا كلجنة لازم تشرحوا لنا شوية فتكون الأمور. شوف بعطيك توضيح بالأرقام. أنا هذا الموسم عندي 118 يوم بالضبط من السنة كاملة، يعني من 300 وكم يوم عندي 118 يوم مطلوب مني أخلص فيهم 393 مباراة، لأن الناس تركز على دوري عمانتل، هم يفكروا الرابطة أن ندير عمانتل فقط. إحنا ندير عمانتل، ندير مسابقات أخرى كثيرة، فعندي 393 مباراة على 118 يوم يطلع لك في اليوم، يعني وغير معقول طبعا انه يصير اني العب يوميا ثلاث مباريات من كل مسابقه. فلما طلب منا وحطونا في الامر الواقع، كانت انديه، كانت لجنه مسابقات، كان اي حد صاحب قرار في هذا الموضوع، لازم نوجد الحلول، احنا ما نوقف كذا. طرحنا الحلول وجينا نتكلم معهم، قلنا لهم طيب المنتخب بيشارك هذه الأيام اللي بياخذها غير أيام الفيفا طبعاً، هذه رسمية ما حد يقدر يتكلم فيها، دائماً تكون بين 7 أيام ل 11 يوم. استوقفت 45 يوم وصلت؟ لا وصلت أكثر من كذا، أكثر من 45 قرب ال 100 يوم وصلت هذا الموسم. لا واحدة من التوقفات نفسها. إيه واحدة منهم وصلت 41 يوم. صحيح صحيح كلامك. كل معود أنك تخبر الجماهير مع التوقفات، حتى الأندية متضررين واللعيبة متضررين، خاصة اللعيبة. أوكي. متضررين سالفة الإعداد، حتى واحد من اللعيبة كان يقول لي نحن عدينا نفسنا ثلاث مرات ذا الموسم، وشيء مجحف بحق اللاعب نفسه. أنا قلت لك من البداية أسوأ موسم أديره هذا الموسم، أنا أكون صريح معك أكثر من صراحة، ما عندي أسوأ موسم يمر علي بكل أمانة. كنت أنت سبب في واحدة من أنا أتحمل المسؤولية. نعم في جزء منه. موجود في الاتحاد من 2012 شهر 6 2012. نعم. جميل. ومسكت الرابطة في 2013 شهر 9، ونحن الآن قرابة 2018. نعم. شيخ ما تحسها فترة طويلة؟ كثير بالنسبة لي، كثيرة خلاص استكفيت منه والله. اي نعم. يعني حتى الجمهور يقول كذا، يعني أنا خاصة مناصب مثل هذا النوع حقهم، انه يعني الدماء جديدة بالضبط. اوكي يعني الشيخ انت كفيت ووفيت وغيره، احنا ما قاسين تكلمتوا عن المستقبل وغيره بالضبط. انا اتكلم عن انت توجهك، يمكن انت عندك توجه اخر في الفترة القادمة. طبيعي كل 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 انسان عنده توجه اخر وعنده طموح انه يغير. انا مثل ما ذكرت لك الحين، يعني اني طلبت ما واصل في الرابطة لان ما عندي. طلبت انك ما تواصل؟ اي طبعا طلبت من رئيس اساس بعدين انه يريحونا من سالفة الإقالة لا لا بالعكس اصلا الاساس تخيل لعيبه كل الاعمان تقول لعيبه واصلينهم لعيبه. نعم. محترفين عندكم. نعم. في الدوري. نعم. يقولوا الشيخ خلاص شالوه، كان يقولوا شالوه، يقولوا ما شالوه، يعني ما عليه معذورين، يسمع اخبار من برا معذورين، ما عند يعني ما فيها مشكله، يعني احترم كل كلمه تقال، وصلني هذا الكلام وما عندي اي مشكله، بس انا اكد لك انا يعني حبيت اني انا ما واصل لاني ما بقدم شيء جديد، اكون صريح معك ما راح اقدم شيء جديد للرابطه مره ثانيه، هذا يعني ملف ما راح يتسكر لحد ما ينتهي الدوري، ما راح يتسكر معاهم حق الناس، دوري اطول دوري هذا الموسم، يعني اكون صريح معك المفروض كنا نوقف قبل، لكن ايش المانع ان احنا نواصل من شهر 5؟ يعني عاده احنا معظم المواسم كنا نخلص شهر 5، ليش هالموسم؟ يمكن التوقفات هي اللي سببت هذا الكلام، امام الجمهور ظاهره، يعني الايام والتوقفات طويله، بس سنويا كنا نلعب ونخلص شهر 5، ايش المشكله؟ يعني نهائي الكاس احنا لعبنا في سنه من السنوات 24/5 نهائي الكاس. قلبتها انت، قلت قدمناها الحين. قدمناها ما قلبت شيء انا، لا قلبتها يعني السالفه، يعني انتوا هي كانت غلط جدا كبير امام مرأة من الناس وتو. لا انا اقول لك ايش المشكله، يعني ايش المشكله؟ لا ما اخففها، بس اقول لك ايش المشكله اذا طول الدوري لشهر 5،
ايش هي الاشكاليه اللي يعني انا ما اتكلم عن الناس لا لا لائحه وحاجه تظهر امام الناس لا الشارع الرياضي نقول نحن خلص الشارع 4 الشارع الرياضي وكل شيء احترم وجهات نظرهم محترمه جدا ما عندنا مشكله فيها لكن انا اتكلم عن منظومه احنا نعمل فيها مع عندي لان انا عندي اللي يهمني الانديه في 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 المقام الاول الانديه تضررت يمكن من توقف لكن كدوري كان استمر لشهر 5 ما في شيء جديد ما 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 جبنا شيء جديد واحد يقول لك دعم وانا جلست في هذا الكرسي كثير اشخاص قالوا دعم الدعم 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 تعبت من كلمه الدعم خلاص دنيني استنى الدعم دعم دعم الفلوس الفلوس اللعيب يقول نحن بفلوس ولعيب كان صرح لي يقول لي انا مبون اللاعب العماني يقول بالحرف الواحد اللاعب العماني مبون ينتقل من نادي لنادي للي يعطيه اكثر قال لي لاعب في رياضه ثانيه يقول لي لا احنا اهم شيء التخطيط اهم من الماده ويبان نتعلم من اتحادات اخرى اللي هي ماشيه وناجحه بدعم جدا بسيط انت كانسان داخل في هذه المنظومه فتره طويله بصراحه وايش اللي ينقصنا عشان نعطيها كذا بصراحه ما نطول الجمهور ينقصنا التنظيم رقم واحد اي نعم قبل الماده قبل الماده تنظيم في العمل الاداري بيصلح لك كل كل النقاط الاخرى يعني ومنها الاشياء الماليه خلينا نكون صريحين احنا لما نتكلم عن الماده الماده محدوده والانديه تعرف الدعم الحكومي كم وتعرف الدعم اللي تحصله من الاتحاد هو محدود جدا فاهم قصدي ما يغطي مصاريف اي شيء ما راح نقول خلي الانديه تروح تبدا تعمل يعني توصل لشركات مشان تحصل الدعم وكذا او تعمل شراكات مع هذه الشركات ممكن صعب بالنسبه لها لان اقول لك كاتحاد نفس الشيء نوجد صعوبه احنا في 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 نحصل شركه جدد يعني ما بسهوله تحصل الشريك يعني كل امانه فلكن ليش ما تسعى هذه الانديه؟ انديه بعضها بدات تسعى، انديه بعضها بدات تعمل استثمارات لها يعني ممكن اذكر لك حتى بالاسم في انديه بصراحه بدات تتميز الحين وراح تتميز قدام اذا استمرت بعملها الاداري والمالي الحالي. في عندنا تجارب جميله في السلطنه. بكل امانه انا على مستوى البحث والتسويق والامور الماديه. التسويق شوف التسويق صعب جدا لكن الاستثمار نعم موجود اما التسويق صعب جدا. التسويق بالنسبه للانديه صعب اما كاستثمارات نعم في انديه اشتغلت. ليش ما نسوق رياضات ثانيه؟ ليش ما تسوق نفسها؟ بصراحه هذا لغز انا بصراحه كسامي ما فاهم منه ابدا الان اتحاد السله واتحادات اخرى تقول لك تو بس فكرت ان نروحها شركات تو 2018 هذا لهم اسبابهم صراحه ما اقدر اتكلم عنهم بس ما نتكلم لكن احنا يمكن نتكلم عن كره القدم كره القدم هل في دعم حقيقي من المؤسسات الخاصه شوف دعم حقيقي يعني اللي هو يرضينا ويرضي طموح الانديه لا لكن اللي موجود حاليا مغطي كثير اشياء انا اقول لك اياها بكل امانه لو الانديه تفكر باستثمارات وانا بكون صريح معك عندك نادي صور الحين تاهل لدوري عمانتل مرحله مره ثانيه جديده بالنسبه لهم لازم يخططوا لها على صرف 300 الف ريال طيب عشان يتاهل طيب صرف لانه يتاهل 300 طيب صرفه في دوري عمانتل للبقاء او ما اعرف ايش فكرهم بيكون هل جاي للمنافسه من اولها او انه جاي يبقى لموسم بعدين يبدا يخطط لمواسم اخرى فكر عالي جدا بكل امانه في الاستثمارات فكر عالي في مجلس ادارتهم بكل امانه شيخ انا استمتعت بالحوار معك وشكرا بصراحه على صراحتك ونتمنى من جميع المسؤولين لما يجوا معانا ونكلمهم نحن قصرا نتكلم عن مستقبل مشرق نحن نريد نصنع هذا النوع من الإشراق في الرياضات وعن طريق الصراحة والشفافية فشكرا لك وأتمنى ما ما ضغطنا عليك واجد لا ما في ضغط بالعكس مثل ما أنت كنت طرحت أسئلتك بكل صراحة وأنا جاوبتك بكل صراحة نتمنى إن شاء الله نشوفك موجود في قادم الأيام ما نعرف وين بس بنعرف القرايب إن شاء الله وبيصرح ان شاء الله بيصرح الشيخ عن مستقبله انا ما بغيت اقول لك يعني وايش مستقبلك وكذا وتعطينا شويه خبر حسن مستقبل انت قلت مستقبل بعده بعد لانك بعدك على راس بعدي على راس وظيفتي ما زلت واتابع لنهايه الدوري ان شاء الله هالموسم ولكل احد من حديث بعد نهايه الموسم
وخلصنا من الشيخ شبيب الحوسني. أنا استمتعت كثير بالحوار معه، وشكرا شيخ، شكرا بكل معنى الكلمة على يعني على توفرك معانا اليوم رغم شغلك ورغم اجتماعاتك وطبعا هجلة الرابطة. دورينا يا دورينا لا مستوى يرضينا ولا جمهور جمهور يجينا. دورينا يا دورينا تعبان ومتعبنا والكل يصرخ العين ما فينا. دورينا علو يا دورينا نطلع عيننا يا دورينا. مع السلامة.